تعالوا بقى نتكلم على الكورونري ارترز، الارتيريال سبلاي بتاع الهارت. طبعا الكورونري ارترز او الشرايين التاجيه دول عاملين زي التاج كده على الهارت، فلذلك سموه كورونري ارترز. بس قبل ما ابدا رايت كورونري ارتري، الصراحه في حقيقه كونيه مش عارفه انتوا فكرتوا فيها ولا لا قبل كده. هو احنا عندنا الاورطه المفروض ان هي عن طريق البرانشز بتاعتها، ان كانت اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي اسمه ايه ده البالمونري ارترز بقى، او عن طريق الكاروتيد ارترز، او عن طريق الفيمورال، او عن طريق وات ايفر برانشز، والبرانشز الدقيقه بتاعتها بتغذي كل الجسم. طب حد فكر هل في برانش بيطلع من دول من الاورطه نفسها للهارت يسميه يغذيه؟ هو الميكانيزم دي شويه محتاجه ايه، شويه تفكير. بص كده، ده ascending aorta، ده الاسندنج aorta. وطبعا في بدايه الاسندنج aorta انا عندي valve اسمه aortic valve. تمام، الاورتيك valve ليه 3 كاسبس بهذا الشكل اللي احنا فاكرين الكاسبس اللي كنا بنتكلم عليها اللي موجوده في الاورتيك valve، واتفقنا ان في حاجه اسمها aortic sinus الدايليشنز اللي موجوده جوه الاورتيك ايه كاسبس دي، اللي هي الفراغات دي. هي الفراغات دي موجوده يعني ليه؟ تفتكر الفراغات دي موجودة ليه؟ الفراغات دي موجودة عشان ما يحصل بقى يعني elastic recoil، يحصل back flow و elastic recoil للأورطة، تبدأ ال aortic valve يتقفل. يبقى تاني كده بالراحة، أنا بوزع الدم فيحصل حاجة اسمها back flow of blood، يبدأ شوية blood يرجعوا. طب ال back flow of blood ده هيعمل ايه؟ بص كده، هيقفل الفالف، هيقفل الفالف. طب انا استفدت ايه من قفلة الفالف؟ ان الدم هيتحوش في الجيوب دي. بص كده، الدم اتحوش جوه الجيوب دي اللي هي الاورتيك ساينسز. تاني، انا طبيعي ان اللفت فنتريكل بتضخ الدم توديه للاورطة عن طريق البرانشز، تبدأ تغذي كل الجسم. بيحصل حاجة اسمها الاستيك ريكويل، بالراحة كده الاورطة يحصل لها الاستيك ريكويل، تعمل شوية باك فلو اوف بلاد. الباك فلو اوف بلاد تجبر الاورتيك فالف انها تقفل. طب انا استفدت ايه من كده؟ الدم هيتحوش هنا. طب انا استفدت ايه ما الدم ما يتحوش في بدايه الاورطه او في الاسندنج اورطه؟ يعني استفدت ان انا عندي الاورتيك ساينسز اهي، وادي الكوروناري ارترز هتبدا تملى وتوصل للمايوكارديوم. تاني عشان اللي ما فهمش، تاني انا طبيعي بضخ الدم عن طريق الاورطه وبوديه لكل الجسم. الاورطه بتعمل الاستيك ريكوي، بترجع شويه دم. الرجوع ده قفل لي الاورتيك فالف. الاورتيك فالف من فوقيها طبعا بدايه الاسندنج اورطه، وادي ساينسز هتملى. طب اما تملى تبدا تدخل الدم للكوروناري ارترز، وابدا اغذي المايوكارديوم بتاع الهارت. يبقى نبدا اول حاجه الرايت كوروناري ارتر. الرايت كوروناري ارتري arises from the right aortic sinus of the ascending aorta، بيطلع من ال right aortic sinus of the ascending aorta. طيب بيدي ايه تاني وهو جاي بيلف عند الانفير بوردر؟ بيدي رايت مارجنال، اللي هو ماشي على الانفير بوردر بتاع الهارت بهذا الشكل. يبقى هنا اداني رايت كونال كونس ارتريوزس، تمام، واداني رايت اتريال ورايت فنتريكل، رايت اتريوم اند رايت فنتريكل، وادى رايت مارجنال اللي ماشي على الانفيرير بوردر بتاع الهارت. طيب بيدي ايه؟ بيدي الاس اي نوت وبيدي الاي في نود. الاثنين على فكره بيدوا، بس الاكتر بيدي الاس اي نود والاي في نود هو الرايت كوروناري. بيدي الاس اي نود في 65% من الناس. يعني انا عندي الناس 100%، 65% منهم بياخدوا الاس اي نود بتاخد من الرايت كوروناري، وبيدي الاي في نود في 80% من الكيس. يبقى هو بيدي ال اس اي نود في 65% وبيدي الاي في نود في ايه، في 80%. طيب
بص كده، هو بيدي الاس اي نوت ناحيه البيجنينج، يعني وهو بيبدا بيدي الاس اي نوت. امال الاي في نوت بيديها فين؟ لا بيديها عند البوستيرير اسبكت. يبقى الاس اي نودال برانش بيطلع من البيجنينج من قدام، والاي في نودال برانش بيجي من البوستير اسبكت زي ما احنا شايفين. واتفقنا الاس اي نوت في 65% وبيدي الاي في نوت في 80% من البوبيوليشن. تمام. الديستريبيوشن بتاعت الرايت كورونري، تفتكر الرايت كورونري هيدي رايت اتريوم؟ طبعا رايت كورونري هيدي رايت اتريوم، وهيدي معظم الرايت فنتريكل، وهيدي اس اي نود في 65% من الناس. طيب تمام، وهيدي اي في نود في 80% من الناس. طيب وهيدي ايه؟ هيدي جزء من اللفت فنتريكل. احنا اتفقنا ان البوستير انتر فنتريكلر ده هيدي الادجوينينج بارتس اوف ذا فنتريكل، وهيدي ايه كمان؟ هيدي ال posterior one third of the interventricular sept. ده distribution بتاع right coronary. وعموما لما يجيلك distribution في اي حاجة في الدنيا، يعني ايه distribution؟ يعني النيرف ده بي supply ايه؟ يعني ال artery ده بي supply ايه؟ ده distribution يا ولاد. ال left coronary artery بيجي من ال left aortic sinus. احنا اتفقنا ال back flow بيقفل ال valve، ال sinuses بتتملي، يبدأ الدم يمشي في الكورونس. ادي اللفت كورونري ارتري طالع من اللفت اورتيك ساينس. طب تعالوا نشوف هيمشي ازاي. طيب تعالوا نشوف السيركمفلكس ده اللي ساب اللفت. في ناس بتعتبر السيركمفلكس ده از ا برانش اوف لفت كورونري، وفي ناس بتعتبره ده الكونتينيويشن اوف لفت كورونري شخصي. يبقى هو كماله اللفت كورونري شخص. يبقى ال يا جماعه السيركمفلكس ات از ذا كونتينيويشن اوف لفت كورونري، بيمشي في الكورونري سالكس وبيلف بهذا الشكل، وما تنساش ان هو اوفرلابت باللفت ارك. يبقى بيلف كده من عند الكورونري سالكس عشان يروح لافف على ورا في الكورونري سالكس من ورا، وهي هنا overlapped by the left auricle. طيب هو بس ما ننساش احنا اتفقنا ان السيركمفلكس بيعدي في الكورونري سالكس وبيلف من ورا عشان انستموز وذ مين الرايت كورونري. طيب البرانشز بتاعت السيركمفلكس هيديني left marginal، هيديني left marginal، وطبعا هيدي برانشز للليفت اتريوم وللليفت فنتريكل. يبقى هيدي left marginal وهيدي برانشز للليفت اتريوم واللفت فنتريكل، وبيدي اس اي نوت في كام في بقيه الناس بقى؟ في 35%. وبيدي اي في نوت في كام؟ في 20%. يبقى بيدي الاس اي نوت في 35% من الناس، وبيدي الاي في نوت في 20% من الناس. طب الديستريبيوشن بيسبلاي ايه؟ اتفقنا ان هو بيسبلاي طبعا اللفت اتريوم، ده هو معدي من عنده، وطبعا بيسبلاي اللفت فنتريكل، وبيسبلاي الاس اي نوت في 35% من الناس، وبيسبلاي الاي في نوت في 20% من الناس. وخد بالك انه بيدي جزء من الرايت فنتريكل، وما تنساش الانتير 2/3 اوف ايه اوف ذا انتر فنتريكولار سبت. طيب عايزين بس نتفق على اتفاق، هو الموضوع بالنسبه لك مش ذات امبورتنت، بس لازم تبقى فاهم انت بتاخد الكلام ده ليه. الكورونري ارترز مع السن بيحصل لها اسكيميا. اسكيميا يعني ضيق في الشرايين. لو الشريان اتسد خالص، شايف بيحصل اثيروسكليروتيك بلايكس، يعني بيحصل بقى تكونات بقى دهون على، بيحصل كالسيفيكيشن، فبالتالي بيبدا الشريان يتقفل. بص الاول يعمل حته حته تكبر لحد بقى يوصل لمرحله يا الشريان يتزق بهذه الطريقه، وده بيبقى اسمه اسكيميا، وبيدخل في ذبحه اللي هي الانجينا، يا الشريان يتقفل توتالي ويعمل ديث للبارت، البارت اللي بيسبلاي بتموت فيعمل انفاركشن، فبقى عندي حاجه اسمها ذبحه، ده اسكيميا في الشريان، فقلل الدم اللي موصل لحته القلب. لكن لو اتقفل خالص بيبقى جلطه مايوكارديال انفاركشن. ده الفرق بين الانجينا وما بين بالعادي بيحصل ايه؟ ان بيحصل ارتيريال اوكلوجن، انجيوبلاستي، اخش بالقسطره وابدا احط دعامات ستانس، يا اما بعمل عمليه كابج. كابج دي كوروناري
artery bypass graft، اللي هو ابدا اخد من veins في الجسم وابدا ايه اروح عامل bypass. bypass ايه؟ a bypass الobstruction، اوصل الارتري من الحته اللي سالكه بالاورطه على طول. فبالتالي عملت، شايف كده، عملت bypass للobstruction، ولذلك سموها coronary bypass. بص الobstruction اهو، obstruction اهو، جبت حته زي من السافينس فين بقى، من الراديال ارتريز، من واتس ايفر، من الانترنال ميموري، وبدات اعمل البايباس جرافتس اللي انا عايزاها. ودي عمليه القلب المفتوح او الكوروناري بايباس جرافت. نتكلم عن الفينس درينج. طبعا الاهم في حاجه طبعا موجوده هنا الكوروناري ساينس زي ما احنا شايفين اهو. تعالوا نتكلم على الكوروناري ساينس. اول فين طبعا اللي هو ده الجريت كاردياك فين، بيبدا عند الايبكس اوف ذا هارت، نير ذا ايبكس اوف ذا هارت. يبقى اول فين الكبير ده اسمه جريت كاردياك فين، ماشي في الانترفنت انتيرير انترفنتريكولار سالكس مع صاحبه الانتير انترفنتريكولار ارتري، يبقى تاني ظهر نير ذا ايبكس، تمام، ماشي في الانتير انترفنتريكولار سالكس مع صاحبه الانتير انترفنتريكولار ارتري، وبعد كده يلف شمال عشان ينتهي في الفين في شمال الكوروناري ساينس. يبقى اهو طلع في الانتيرو فنتريكولر، مشي في الكوروناري ساينس، يلف في سالكس، يلف في شمال ويجوين ذا ليفت اند اوف ذا كوروناري ساينس. طيب هو ده جويند بايه او ريسيفز الليفت مارجنال فين. تعالوا بقى نشوف الميدل كاردياك اللي هو ده. الميدل كاردياك برضو ظهر نير ذا ايبكس، مشي في البوستير انترفنتريكولر سالكس مع صاحبه بوستير انترفنتريكولر ارتري، joined A الميدل of the A coronary sinus، ظهر ناحية الأبيكس، مشي من اسمه مع ال sorry مشي مع ال posterior interventricular artery فين؟ في ال posterior interventricular sulcus و joined ال coronary sinus هنا. اوصل منهم بعد كده البوردرز. لو انا عايز اتكلم على الابر بوردر وارسم له نقطتين، الاول بوينت عند اللور بوردر اوف ليفت سكند كوستال كارتلج. بص كده ادي السكند كوستال كارتلج، ليفت سكند كوستال كارتلج، هرسم نقطه عند اللور بوردر اوف ليفت سكند كوستال كارتلج. طب منين؟ 1.5 سم من الاسترنال مارجن. خد بالك ان ده الميد لاين، ده الاسترنال مارجن، طرف الاسترن. يبقى انا هرسم اول نقطه فين؟ هرسم اول نقطه عند اللور بوردر اوف ليفت سكند كوستال كارتلج، 1.5 سم من الاسترنال مارجن. ونقطه ثانيه عند الرايت ثيرد كوستال كارتلج، رايت ثيرد كوستال كارتلج، برده 1.5 سم من الاسترنال مارجن. لما اوصل النقطتين ببعض يبقى ده الابر بوردر اوف ذا هارت. انجيوبلاستي اخش بالقسطره وابدا احط دعامات ستانس، يا اما بعمل عمليه كابج.